بالليلة وعلى الجينة واحتجينا بالكرام الليلة وعلى الجينة واحتجينا بالكرام الليلة وعلى الجينة واحتجينا بالكرام الليلة. يا باشا يا مسؤول هادشي ماشي معقول. ويا باشا يا مسؤول هادشي ماشي معقول. ويا باشا يا مسؤول هادشي ماشي. الوجوه المناضلة والمتحلقة في هذا الشكل أقول الاحتجاجي والإنداري وبطبيعة الحال السلمي. تحية إلى كل الهيئات من المجتمع المدني ومن فاعلين ومن نقابات. تحية للجمعية المغربية الحاضرة معنا طبيعة الحال لحقوق الإنسان وكذا الهيئة المغربية. وتحية عالية إلى الجمعية الوطنية لحامل الشهادات المعطلين فرع ولا تستود بزيو وكذا فرع زيو. طبيعة الحال تحية إلى كل طلبة وكذا العمال من فلاحين وهلم جرى من أبناء الطبقة الكادحة. في مقتضيات تفعيل دستور فاتح يونيوز الذي أقر بالحق في السكن والعيش الكريم. لأن هذه الوقفة الاحتجاجية بطبيعة الحال ما جاش من فراغ وما جاش حبا في الاحتجاج، إلا وأن عندنا مجموعة من الأسر اللي كانت قطينة طبيعة الحال فيما يسمى بالعامية عند زيو بالقرودة، يعني منطقة المياه والغابات سابقا اللي هي مشروع حاليا إيكولوجي بارك. السكان هادو طبيعة الحال المتضررين، يعني السكان هاد الأسرتين المعوزتين كانوا كيستافدوا من السكن داخل المياه والغابات، يعني عند العامية تاع زيو معروفة بالقرودة. طبيعة الحال جا المشروع الإيكولوجي اللي هو البارك، مشروع ملكي بطبيعة الحال، وحنا ماشي ضد هذا المشروع. يمكن إلى المالك ما كانش عارف بأن كاين أسر متضررة، ولكن يعني نزل العميل السابق آنذاك المتمثل التهامي بالعقل. يعني بهذه المناسبة أقول أن إنسان فيه واحد الإنسانية، يعني تفهم الوضعية والمعاناة نتاع حد جوج الأسر بطبيعة الحال، وتوعد يعني ببناء منزلين يعني تابعين داخل المشروع الإيكولوجي بارك بطبيعة الحال. على حد التعبير ديالو كي قال يعني 3 أشهر أو 4 أشهر في البناء، ودي تسكنوا في دوك المنزلين. ولحد الساعة مسكون طبيعة الحال، قهرنا الكراهية بطبيعة الحال، تحميش الإنسان بطبيعة الحال. كما قلت تفهم الوضعية نتاع هاد الأسرتين المعوزتين اللي كتمثل جوج أسر، هاد جوج أسر اللي حد الآن يعني تصالير واحد العبارة، حتى الماندا ما توكلش حتى الفلالس ما توكلهمش، زيادة الأسرة اللي كتعاني ويلات الكراء ناهيك عن ضريبة الماء والضوء وكذا عن العمليات الجراحية. فهذه الأسرة هذه خصوصا، وأن الشخص اللي خدم أزياد 41 عام سيرفيس أن يضحى من أجل وطنه وخدمة في سبيل يعني مجال الغباوي اللي هو بطبيعة الحال ضحى من أجل هذا الوطن هذا. ولكن هل جزاء تاع الأمهات ديالنا؟ ها هي الأم المتمثلة في
الأم طبيعة الحال المهشمة، واش هذا هو جزاء أرملة شخص الزيادة من 41 عام سربيس اللي ضحى في المجال الغابوي. ومن هنا يعني أناشد السلطات على أجل التعجيل والتسريع يعني في المفاتيح تاع المنزلي. الشعارات واضحة على الجينة وحتى الجينة من الكرام لينا ومن القهر عينا، لأن حتى في المجال الاقتصادي وكنعرفوا في ظل هاد الدولة زعما الرأسمالية بطبيعة الحال ينمو عدد السكان يوما فوق يوم يعني، والمعيشة يعني الأجر متدني والمستوى نتاع المعيشة غالي بطبيعة الحال. هناك يعيش المعاناة لهاد الأسر هاد، خصوصا كما قلت وأن الشخص في ناحيته في المجال الغابوي خدمة لوطنه بطبيعة الحال لشعبه يعني. حتى الظروف الإنسانية، إذا كانت الظروف الإنسانية كتصنع الإنسان فعلينا أن نعمل على إيجاد ظروف إنسانية راقية وصحيحة لكي نؤمن بطبيعة الحال المجال الاجتماعي. لأن في هذه المناسبة أتوعد إن سياسة التسويف حق السكن، أقول حق السكن حق الجميع، مقتضيات دستور فاتح يوليوز أكدت على الحق. كما دار السيد العامر السابق السيد تهامي العاقل دار معنا ملي نهدموا دوك الديور، داروا الحل اللي داروه، كراو لنا حنا الدار 4 شهور الاولى خلصوها لنا، وعدني باش يخلص، قال لك انا نخلص لكم الكرا وانا اللي غادي والعائله الاخرى عطاوهم واحد الدار قبل ما تهدم، قال لك غادي يسكنوا فيها مؤقتا يم غادي يتبناو الديور الاخرين، غادي تنقلوا ترحلوا لهم نعطيكم السوار تدخلوا 4 شهور غادي يكونوا موجودين. من بعد ما وصلت ديك 4 شهور، قبل ما توصل 4 شهور ناض نزاع بيناتهم داك المقاولين جوج كانوا تما، وقع نزاع بيناتهم وقفت الحركه ما بقاوش كيخدموا. هذيك المده جا لي انتقال السيد العامل، انتقل منين انتقل جا هاد السيد العامل اللي جا جديد وكنعاينو منو زعما باش مشيت عندو. هذا مشيت عندو ملي كنمشي لتما كنمشي عندك كيسميتو مدير الديوان كيسيبقى كنمشي عندو كيبقى كيقول لك انا ما كنقدرش تنطع في الدروج، ملي كنطلع مريضه عيانه ركبتي ما كنقدرش نطلع، ما كنمشي تما غير بالسيف. ملي كنوصل تما كيقول لك خصكم ديروا رونديفو معاه، وكيفاش الرونديفو؟ انا كندير من هنا، كيسيفطنا الباشا من هنا كنمشيو عندو باش يستقبلنا. ملي كنمشي عندو كيقول حتى السيمانه الجايه بقاو كيستناو السيمانه الجايه واللي عندو. من بعد منين دارو قال لك سيدي راه خصك تدوز لا ريسيبسيون فوقاش هاد لا ريسيبسيون ما دازتش، بقى هاد المده كامله قريب عامين دابا نتاع الكراء ويخلصوا لي الكراء. كنطلب من السيد العامل اذا كانت هاد لا ريسيبسيون غادي تطول ويخلص لي الكراء، راني ما قديتش. شحال من سنه نتوما كتخلصوا الكراء؟ دابا خلصوا لي غير 4 شهور وقريب عامين، راني كنخلص لي انا 4 شهور اللي خلصوا لي السيد العامل السابق هو اللي خلص. ولادكم سكنتهم